لا يا حاج شكري، الكلام ده كان زمان. دلوقتي النظام اتغير خالص. من النهارده المعامله هتبقى بالمثل. كلامك هيبقى معايا انا. طب يا حاج هكلمك تاني. سلام. اهلا اهلا يا عايده، ايه الخطوه العزيزه دي؟ هو انا جايه لك زياره في بيت ابوك عشان ترحب بيا؟ دي شركتي يا شوقي ولا انت نسيت؟ لا طبعا، بس احنا مش متعودين انك تيجي هنا كتير. يعني الكلام ده كان زمان. من هنا ورايح هتشوفني هنا كل يوم، ده لو انت ما عندكش مانع. يعني وانا هيبقى عندي مانع ليه؟ تنوري، شركتك وشركة عيلتك. ولما هي شركة عيلتي قاعدة على المكتب هنا بتعمل ايه؟ انت مش عندك مكتبك يا شوقي؟ كان في شوية حاجات ومكالمات كنت بخلصها مع العملاء. تعملها من مكتبك؟ المكتب ده بتاع علي درغام، ومن قبليه حسن درغام، ومحدش هيقعد عليه غير من عيلة درغام. كلامي مفهوم مش كده؟ اتفضل. صحيح نسيت، انا كمان شويه هروح الزياره بتاعت بابا عشان اطمن عليه. مش هنسيب الشركه احنا الاثنين. بلاش تجي المستشفى، البركه في الناس اللي هناك. اتفضل. اللي تشوفيه يا ست الكل، عن اذنك. سعيدة ما غلطتش في حاجة يا شوقي، الشركة شركة أبوها، ومن حكم في ماله ما ظلم. وأبوها لوحدها يعني يا فاطمة؟ ما أبوك أنت كمان. الله يفتح عليك، أهو الكلام ده تقوله لو كانت قومتني أنا من على كرسي علي الله يرحمه. معلش يا ستي، شكلي نسيت نفسي، نسيت إن اسمي شوقي محروس مش شوقي درغام. أقول لك تعالي نطلع ننام عشان ألحق أروح الشغل في ميعاده، بدل ما الست عايدة تديني جزا. يلا يلا يا شوقي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصور.